بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فكل عام وأنتم بألف خير. ها نحن أولاء نودع عاما هجريا ونستقبل عاما دهريا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عاما صالحا لا مخزيا ولا فاضحا، وأن يفرج عن العالم كله وعن المهمومين في مشارق الأرض ومغاربها. والبارحة كنت في خطبة الجمعة وفي درس الجمعة أتحدث عن دروس الهجرة وعن العبر التي ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نستخلصها من هذه المناسبة العظيمة. واليوم بتوفيق الله عز وجل أريد أن أتحدث عن أمر هام جدا له مسيس العلاقة باستقبال هذا العام وكل الأعوام، وله مسيس العلاقة بمعنى الهجرة. تعلمون أو لا تعلمون أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، الصحبة الصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فأردت أن أتحدث في بداية هذا العام ونحن نتفيأ ظلال هذه الذكرى عن صحبة الصالحين. لاحظوا هذا قيد هام جدا، صحبة الصالحين. لماذا؟ قال لأن صحبة الصالحين، طبعا نحن نتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصحبة للصالحين تؤثر في النفوس وتغير الأحوال، فكيف إذا كانت مع سيد الأنبياء والأولياء صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ إذ يقول لصاحبه، وهنيئا لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله الذي أثبت الله له معنى الصحبة، ما أجملها من نسبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فقال العلماء إن مصاحبة الصالحين تزكو بها النفوس وترقى بها العقول وتصفو بها القلوب وتسمو بها الأرواح وتعلو بها الهمم ويطيب بها وتطيب بها الأعمال. لما أنت الله عز وجل يكرمك بصحبة طيبة، إذا كان الأمر يتعلق بقضايا دنيوية تقول والله فلان ما شاء الله يعني له أثر علي بالبزنس، ما شاء الله عنده إدارة، عنده كذا، خير إن شاء الله، شيء جميل، لكن هذا الأثر ينتهي بانتهاء هذا العمل. لكن ما تقول في صحبة إنسان كان سببا في سعادتك وسعادة زوجك وسعادة أولادك وسعادة ونجاتك يوم القيامة، هذا صاحب ينبغي أن تتمسك به تمسكا عظيما. تمسك إن ظفرت بذي حر فإن الحر في الدنيا قليل. ولقد امتن الله عز وجل على المؤمنين في مسألة الصحبة في أكثر من آية في القرآن الكريم. قال تعالى عن أولئك الذين ينبغي عليك أن تصحبهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، صحبة طيبة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوفوا سيدنا موسى عم يطلب منه صحبة، صحبة، حديث صحبة الصالحين. وقال الله عن المهاجرين، وقد ذكرت هذا البارحة في خطبة الجمعة،
والذين تبوأوا الدار والإيمان، حديث هنا عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار تبوأوا المدينة المنورة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال العلماء هذه دعوة إلى أن تكون لديك صحبة للصالحين. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن كلها آيات تدعونا إلى أن تختار صحبة الصالحين. أنا هنا لا أتحدث يعني عن رفيق الصالح فقط، عن الصحبة، أن تصحب صالحا، صاحبه سافر معه، يعني أقام مجلس علم تصحبه في مجلس علم، تصحبه تشوفه ما شاء الله هذا رجل صالح، ترتفع همتك به. لذلك ابن عطاء الله السكندري كان يقول لا تصحب إلا من ينهضك حاله، ما شاء الله هذا يختم القرآن كل أسبوع ما شاء الله، مع قلة ذات اليد متصدق ما شاء الله، مع إيذاء أهله له يكرم أهله، الله شيء هذا من الصالحين. ما بيتكلم على إنسان دائما طاقة إيجابية، لا يمكن تسمع غيبة أو نميمة أبدا، هذا فعلا ينبغي أن تتمسك به. قال صحبة الصالحين تسمو بها الأرواح وترتقي بها العقول. هذه الآيات التي الآن عرضت عن الصحبة. أما في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله 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 الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذكر رجلا زار أخاه في قرية أخرى، راح زار أخوه، فأرصد الله له على مدرجته، يعني على الطريق، راح الطريق، واحد أنا بدي زور طارق الله يرضى عليه، أو طارق يزورني، أو كذا، أو نادر، أو الأحباب، أو الجميع، أنت بدك زور أخوك أو تزور أخاك. قال أن رجلا زار أخاه في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد، وين بدك تروح؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله يجعلنا من المتحابين فيه، الله يجعلنا من هؤلاء. والله نحن في زمان يعني شوي بدي استطرد، كثرت فيه المصالح، والآن العلاقات أغلب العلاقات الاجتماعية قائمة على المبادلات والمقايضة النفعية المادية، أعطيتني أنا بحبه هذا حبيبي، إذا ما أعطاني شو بدي فيه، هذا الآن مدير وعنده ترتيبات، أهلا وسهلا وجمعة مباركة وكذا، مجرد أنه تنتهي المصلحة ما بيسأل عنه أبدا. لذلك سيدنا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه، في رواية ذاق، وفي رواية وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني هو الشاهد بالحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة يعني الإنسان لا يحبه إلا لله. لله أنا بحبه لأخي، لله ما بدي منه أي مصلحة أبدا. هل الآن طيب إذا الله عز وجل أجرى نفع على يدي خير، لكن ليس بسبب هذه المصلحة. يعني مثلا أخي، الله عز وجل أجرى على أخي في الله، يعني أجرى الله على يده أمر أنا بنتفع منه، خير هذا شيء طيب، لكن هذا الأمر غير موجود، هل أغير علاقتي، هل أغير محبتي، هل أغير سؤالي، هل أغير تواصلي؟ لا، حبه لله. وذكرت لكم البارحة أن الأخ في الله
الذين آخى بينهم رسول الله كان يرث ردحا من الزمن حتى نزل قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالصحبة، صحبة الصالحين، هذه شيء لا تقدر بثمن. فأنت رايح تزور إنسان لله، واحد مريض، طيب زرته، بدي زوره لله، لا بس هذا طلعت إشاعة أنه فنشوه أنه كذا، طيب شو بدنا نتيجة، خلنا نشوف أحد نستفيد منه، ليش نضيع وقت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على معلم الناس الخير. الله. وقد جاء في الحديث: من عاد مريضا، حديث أخرجه الإمام الترمذي، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، أخو لله، ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كأنك رايح على الجنة عم زور أخوك في الله، شو في أحلى منا؟ أي لكن هي بدها فعلا يقين. الله يجعلنا يا حبيبي يا طارق المتحابين في جلاله. طيب، الله 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 الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في سننه: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت على دين رفيقك، رفيقك بيصلي الفجر، صلى قيام الليل، كذا، بيسألوا بعض شو قرأت اليوم، شو كذا، الله يرضى عنك يا عبد الكريم، يا نادر، يا طارق، يا فلان، شو قرأت اليوم، خلصت الختمة، قرأت كذا. دائما في تواصي في قضايا أخروية بحتة، هذه مسألة هامة جدا. فانظر من تخالل. واحد همه المال تجلس معه حديثه كله عن المال، واحد همه النساء حديثه كله عن النساء، واحد همه التفاخر والتباهي، هو أحسن واحد، هو أفهم واحد، هو أعلم واحد، فدائما والعياذ بالله بيحكي على العالم، فلا تجد خيرا له أبدا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله الله. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. هذه كلها عن صحبة الصالحين. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أيضا: الأرواح جنود مجندة، صلى الله على معلم الناس الخير، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني روحك سبحان الله تميل للإنسان اللي من جنسك، شبيه الشيء منجذب إليه. فالله يجعلنا من المنجذبين إلى الصالحين من أمثالكم إن شاء الله تعالى، يحفظ أولادكم وبناتكم وكل من يلوذ بكم إن شاء الله تعالى، يرزقنا الصحبة الطيبة، صحبة الصالحين، لأنها من مقامات التزكية، ونحن نستذكر إذ يقول لصاحبه. طيب، الله. وقال بعض الشعراء: الروح كالريح، الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت. إذا بتقعد مع واحد ما شاء الله كلامه جميل وأخلاقه جميلة وحديثه رائع، الروح كالريح إن مرت على عطر، من أمثالكم الطيبين يعني، طابت بعيد من هون، وتخبث إن مرت على جيفي. ولما يجلس إنسان مع صحبة غير كريمة غير نقية يتأثر بها والعياذ بالله. طيب، صلى الله على سيد البشر. الله الله الله. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البزار: أولياء الله تعالى، مين هدول أولياء الله؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني شوف واحد دخل ما شاء الله وشه نور، ما شاء الله مباشرة ذكرت الله، أصحاب هؤلاء
في واحد سبحان الله يفوت وشه في غضب. أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى صلى الله على معلم الناس الخير. وأخرج الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: حقت، يعني وجبت، حقت محبتي للمتحابين فيا. شوف أنت عم تحب هؤلاء لله. وجبت محبتي للمتزاورين فيا، عم زوروا لله، يعني واحد زوروا لمصلحة لا لله. وجبت محبتي للمتباذلين فيا، يعني بيبذل ماله وحياته وعلمه لأخوه حتى يكرم أخاه، يبذل حياته لأخيه. لكن هذا مين؟ هذا لله، ما بده منه شيء. في واحد بيقول لك أخي هذا والله متفوق وعليه هيك علامات النباهة، ممكن يصير له شأن بالمستقبل، حاولوا أنه ما تزعلوا. والله مرة واحد يعني هذا بيطلع منه فال، أفضل أنه يعني لا تزعلوا، عم يحسب حساب خطة مو خمسية عشرية أنه هذا بيطلع منه، يعني إذا واحد ما بيطلع منه ما مقياس دنيوي بحت، ليس مقياسا أخرويا أبدا. صلى الله على سيدنا محمد. الله الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة النافلة؟ قالوا: وما هو؟ قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. يعني لا تكره حدا، حب الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث من حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ مين مع مين نعود؟ قال: من ذكركم الله، من ذكركم الله رؤيته، مفعول به مقدم لفظ الجلال على التعظيم، من ذكركم الله رؤيته، يعني أي من ذكرتكم رؤيته الله، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. شو يا محلى الكلام، والله هذا يعني هي خطة ورقة عمل مشان تختار فيها الصاحب. قال: من ذكركم الله رؤيته. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، نور ما شاء الله. حتى هيك مرة جالس كنت مع ناس كرام فقال: هذا من جماعة اللحى البيضاء، يعني نور، عندهم ذكر وصلاح وما في غيبة، دنيا ما في، كله الله الله، بس ذكر الله. قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، تقعد تسمع حديث نبوي، قول أحد الصالحين، قصة ترقق بها قلبك، فعلا بيزداد علمك. وذكركم بالآخرة عمله. ما شاء الله دائما ما بيترك السنن، ذاكر، أخلاق، رتابة. فقال: هذه أحوال وهذا بيان الشريعة في صحبة الصالحين. أما أقوال السلف يا طارق في صحبة الصالحين من أمثالكم، قال يحيى بن معاذ الرازي: دواء القلب، هدو بدنا نحفظه، دواء القلب خمسة أشياء، دواء القلب خمسة أشياء. أول وحدة يا طارق: قراءة القرآن بالتفكر، يعني عم تقرأ قرآن لكن بتفكر، ليس هكذا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، لا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والله شو معنى الإنذار وشو معنى سواء عليه؟ ولماذا أرسل الله رسوله إذا كان سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم؟ طيب ليش أرسله؟ كلها بتفكر بالآيات، ليش عبر هنا بالذين كفروا مثلا ما عبر عن المنافقين؟ ليش؟ في دائما تتفكر بما تقرأ. قال خمسة أشياء، أولها هي دواء للقلب، قراءة القرآن بالتفكر،
وخلاء البطن، يعني ما تأكل كثير. إياكم والبطن والبطنة، فإن البطنة مقعدة الأعضاء عن العبادة ومخرسة للفكرة. تصير ما تفكر أنه خلاص واحد أكل، فسبحان الله بصير عنده دائما الأكل. لما واحد يزداد في الطعام الكثافة الروحية، الروح بتصير كثيفة ما فيها لطف. أما إنسان إذا قل طعامه وكلامه ازدادت قدرته الروحية ولطافته الروحية. خمسة أشياء هي دواء للقلب: قراءة القرآن بالتفكر أولا، ثانيا خلاء البطن يعني ما تملأ معدتك كثير، ثالثا قيام الليل، رابعا التضرع تطرق دار الله عند السحر، ثم قال هنا الشاهد ومجالسة الصالحين، يعني إن مجالسة الصالحين هي علاج لقلبك. عندك مشكلة تمشي مع إنسان، واحد عنده اكتئاب، واحد عنده، ما في داعي للأدوية، ما في، الطبيب القرآن الكريم، قيام الليل، صحبة الصالحين، كل هذه أدوية لأدواء كثيرة. الله الله الله. وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون المصري يقول: بصحبة الصالحين تطيب الحياة. الله يجعلنا من الذين يصحبون الصالحين وأن يرزقنا صحبة الصالحين. قال: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح. يا سلام، يعني أنت إذا عندك رفيق قرين، يعني صديق صاحب صالح معك دائما. ألو، شو أخبارك يا طارق؟ الله يرضى عليك، في عنا اليوم مراجعة القرآن، اليوم كذا، في عنا يا نادر كذا. قال: قرين صالح، الله يجعلنا منهم إن شاء الله يا رب. قال: بصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إذا نسيت نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك. وقال محمد ابن يونس: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين وصحبة الصالحين، ولقد جبلت القلوب على حب تقليد الصالحين والسير على منوالهم وعلى الرغبة بالتأسي بهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم، ومجالسة الصالحين أو سماع أخبارهم أو قراءة وقائعهم وسيرهم من أهم مقاصد الحياة عند الصالحين والعقلاء. الله. كان بعض السلف يجلس مع الصالحين يقول لهم: أنتم جلاء قلبي. يا سلام على هالكلمة، بيقول لهم أنتم جلاء. وش معنى جلاء؟ يعني أنا إذا عندي هم وغم بقعد مع الصالحين. لذلك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صحبة الصالحين، وأن يجعل هذا العام عاما صالحا لا مخزيا ولا فاضحا، وأن يحفظ أولادنا وبناتنا وأزواجنا من قرناء السوء ورفاق السوء. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا وأزواجنا من رفقاء سوء، هيئ لهم يعني رفاقا صالحين، بطانة صالحة. إذا ذكروا الله أعانوهم، وإذا نسوا ذكر الله ذكروهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بداية هذا العام بداية خير وأمان وسلم وسلام على جميع بلاد العالمين. فرج عن المهمومين في مشارق الأرض ومغاربها ما أهمهم وأغمهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.